هكذا بدت مكاتب البريد في تعز بعد أن خلت خزائنها من النقود مكتظة بالمواطنين المصطفين أمام بواباتها ونوافذها في انتظار رواتبهم التي لم تصرف بسبب انعدام السيولة. الرواتب الآن نعاني منها بسبب أنها لا توجد سيولة كما يقولون، وأيضا كذلك الفلوس المقطعة التي حتى لو استلمنا مثلا من خارج المحافظة، من خارج محافظة تعز، نعاني من يعني مشكلات تحويلها عن طريق الصرافة والمحلات الصرافة. الحرب وغياب الدولة وعجز السلطات شكل بيئة مناسبة لتواجد السماسرة الذين يمارسون عمليات فساد وابتزاز تضاعف من معاناة المواطنين. لي 25 سنة هو عسكري وأرملة ومعي معاش 25 ألف، يشيلوا الرقم السري يقول لك اشتري نصها ونصها لك، كيف أفعل؟ وقف تحويل الرواتب يعرض اليمنيين لخطر الفقر المدقع ويهدد بتفاقم الوضع الإنساني المتردي. هذا ما حذر منه ولد الشيخ مطلع الأسبوع، ونوه لضرورة إيجاد حلول عملية في شكل يسمح لليمن بتخطي أزمة السيولة ويضمن استمرار تسديد الرواتب في أنحاء البلد. وهذا الذي لم يحدث، كل المحافظات تقريبا تتقاسم هذه المعاناة، وتشهد العاصمة منذ أسبوع موجة احتجاجات زادت حدتها مع قرب عيد الأضحى، عيد لا يبدو من ملامحه شيء، فعلى عكس ما اعتاد الناس في كل عام وفي هذا التوقيت على وجه الخصوص، لم تمتلئ أسواق العاصمة بالمتسوقين ولا يبدو على شوارعها المظاهر العيدية.